هلأ رح نبلش بخطوة الآي شادو واللي هي خطوة كتير مهمة لأنه بتبرز جمال العيون ومش أي موديل أو أي آي شادو بيناسب لنا عيوننا. سو ضروري كتير منيح نعرف شو شكل عيننا وشو الآي شادو أو رسمة الآي شادو يلي بتلبق لوجهنا أو لعيننا لحتى نقدر نبرز جمالها بطريقة حلوة. سو أنا عندي جفن مبطن، اللي رح أعمله إنه رح غمق بهيدي المنطقة ورح فتح هون بهيدي المنطقة، يعني جرب بين انه جفني طالع لبرا اكثر وهون فيت لجوه. طبعا خطوه كمان كثير مهمه او تب يلي هي انه لازم فوق العين نحط فاونديشن او كونسيلر او حتى برايمر للاي شادو. خطوه كثير مهمه وما فينا نستغني عنها، لازم قبل ما نبلش بالاي شادو نثبت شوي البرايمر بهيدي الطريقه باستعمال اللوس باودر لحتى ما يجلغم معنا، باستعمال ريشه صغيره باخذ اللون يلي انا بدي اياه. انا بحب استعمل اكثر شيء الالوان الترابيه، لون شوي غامق مش كتير، وبطبقه بهيدي المنطقه يلي هون فوق الجفن. سو يا صبايا اللي عملته انه حطيت اللون الغامق من فوق، شفتوا كيف برزت هيك العين؟ على هيدي الميله رح طبق لون على كل جفنه بطريقه هيك عشوائيه بلا برايمر وبلا لوس باودر بهيدي الطريقه. شفتوا الفرق بين هالعين وهالعين؟ ليكو هون كيف برزت اكثر، ليكو هون كيف اذا بدكم برزت العيوب تبع شكل عيني. هلا رح اخذ لون فاتح لحدد هيدي المنطقه يلي دغري فوق العين، وكمان باخذ لون فاتح وبحطه دغري تحت خط الحواجب. وكمان كتير مهم نعمل بلند للآي شادو لحتى ما يبين انه في خط عم ينتهي فيه ويخلص، لازم يبين هيك كأنه ماشي مع رسمة العين، يعني كأنه فايدت هيك بطريقة عم يتلاشى. هوني هيدي الميلة ما رح اعمل بلند منيح للآي شادو ورح فرجيكم كيف رح يطلع محدد بطريقة غلط. تب صغيرة للآي شادو كتير مهمة انه كل ما تعملوا بلندنج اكثر للالوان بيطلع هيك الميك اب بروفيشنال اكثر. هلا يا صبايا تيب الاي لاينر او التريك تبع الاي لاينر، كثير مهم لما يكون عندنا عين مبطنه انه نعرف نرسم خط الاي لاينر لحتى لما نطلع بهيدي الطريقه هيك يضل الخط ساحب ما يفرق معنا، اوكي؟ اهم شيء ناخذ خط ببلش من هون من طرف العين وبنسحبه يمشي مع خط الرمش التحتاني، اذا شايفين هيك ماشيين مع بعض. نرجع من نص هيدا الخط من هون بنطلع خط يوصل لهون على خط الجفن هيك، نرجع من هيدا الخط يلي عملناه اخر شيء بننزل خط دايركت صوب بوبو العين، يعني بهيدي الطريقة هيك. سو يا صبايا مثل ما شايفين صار شكل الاي لاينر بهيدي الطريقة، شفتوا كيف؟ هلا بدي اعبي الفراغ يلي جوا. ليكو كيف طلع شكل الاي لاينر، بيطلع هيك وينجي لما تطلعوا ستريت ولما تطلعوا على جنب بهيدي الطريقة، ما بينقطش بضلوا هيك كله سحبة واحدة مثل ما شايفين. اوكي هلا العين اليمين رح ارسم اي لاينر رفيع منه مناسب ابدا للعين المبطنة ورح فرجيكم كيف رح يطلع شكله. سو اللي بعمله انه باخذ خط كمان بمشي على خط الجفن من تحت او خط الرمش التحتاني وبرسم خط رفيع بوصله بالعين جوا وبوصله لبوبو العين، يعني لنص العين بهيدي الطريقه. هلا هو الاي لاينر كرسمه كاي لاينر كثير حلو، خط رفيع هيك ومهضوم وحلو، بس لما اطلع هيك بهيدي الطريقه شفتوا كيف عمل. هلا بننتقل للستيب الثانيه يلي هي اهم خطوه بالنسبه لقلب الميك اب يلي هي الرموش. هلا بما انه انا رموشي كثير قصار وهيك طبين نزول فرح اعطيكم تب كثير مهمه يا صبايا ركزوا معي، يلي هي لما بدنا نعمل تكبيس لرموش او نكبسهم بواسطه المكبس
كتير مهم انه نحمل مكبس بالسشوار ليصير هيك شوي مش كتير حامي يعني يحرق العين بس هيك شوي فيه حرارة، وهذا الشيء بيساعدنا اكثر على انه نرفع الرموش بطريقة اسرع وبيضاينوا اكثر. بهذه الطريقة كبس لنحو دقيقة او دقيقة ونص لحتى ياخد الرمش شكل مرفوع وحلو. سوي اللي بعمله انه بطبق المسكرة بهذه الطريقة، من ميلة النص بطبق طلوع واللي على الطرف بطبق هيك بسحب لبرا خط الرمش، عالنص برفع هيك لفوق وعلى الطرف بهيدي الطريقة. وهون يلي ميلة جوا كمان بسحبهم بهيدي الطريقة، بنطر شوي بطبق كود تاني مسكرة، برجع بنطر شوي بطبق كود تالتة. بس during النطرة في شيء كتير مهم بعمله يلي هو انه بطبق لوز باودر على رموشي. مجربينا شي مرة هالخدعة انه تحطوا لوز باودر على الرموش، ما بتتخيلوا قدي بيعطيهم كثافة، يعني شي مش معقول. برجع من بعدها كوت تاني ماسكارا. يا حلوين، في حال اجوا شوية ماسكارا على المنخار او الجفن او اي منطقة بالوجه، كل يلي بنعمله انه ما منبانيك، يلي بنعمله انه بننطر الماسكارا لتنشف على الاخير، ومن بعدها منشيلها يوزنج الايبرو براش، او تكون براش تكون شوي هيك سميكة وقاسية. بمسح بهيدي الطريقة على مهلة وهيك تختفي الماسكارا. تاني ميلة ما رح استعمل كبيسة الرموش ولا رح استعمل شي، رح اعمل بس هيك جيوست كوت واحدة من الماسكارا، وبرجع حط باخد اي شادو فاتح قريب على لون البيج او الابيض، بس انا بفضل البيج. واللي بعمله انه باخد بريشة رفيعة وبحدد خط عيني من تحت بس كمان من برا، رح ارجع حدد حواجبي بطريقة يبينوا كتير ناتشورال. يلي اغلب الصبايا بيعملوا انه بياخدوا الريشة وبيرسموا خط من هون على خط الحواجب من تحت، وبيرجعوا بيعبوا الفراغات وبيرسموا من هون هيك شكل مربع او زاوية حادة. يا صبايا، يلي عليكم تعملوا للصبايا المبتدئات يلي ما بيعرفوا يرسموا الحاجب وما بيعرفوا من وين ببلش وين بيخلص، ركزوا معي منيح لتعرفوا كل نقطة بالحاجب وين لازم تصير. ناخد قلم رفيع بهيدي الطريقة، منحطه على فتحة المنخار ومنطلع خط مستقيم لفوق، هون ببلش خط الحاجب. اوكي، أعلى نقطة بتبلش من هون، منطلع على بوبو العين خط جالس، هون أعلى نقطة بالحاجب. نرجع لنعرف وين لازم ينتهي الحاجب على المظبوط لتطلع رسمة العين كتير حلوة، بناخد كمان خط مستقيم لآخر العين لهون للآخر، وهون بقلنا وين لازم يخلص الحاجب. فأنا رسمت حاجبة عالقد. using the brush برسم خطوط رفيعة بملي فيها الفراغات تبع حاجبة. من بعد ما فرجيتكم الكوارث بالحواجب رح ننتقل للبلاش والهايلايتر. بحس أنا خطوة البلاش أهم شي بالميك اب. So, في صبايا بياخدوا لون الروج وبيصيروا يزيدوا على منطقة الخد وبيكتروا، بيفكروا انه كل ما كتروا بيطلعوا كيوت اكتر. So, اللي رح اعمله انه رح كون عم بياخد لون بلاش فاتح مش مايل على روج، مايل على شامبان، وبجرب قد ما فيي فضل ريشة من البلاش لحتى ما يطلع عندي كمية كبيرة من اللون، وخصوصي اذا البلاش كان بيعلم كتير. واللي بعمله انه بجرب اسحب بخط البلاش بطريقة لفوق لحتى يبين خدي مشدود لفوق. وهلأ مننتقل لخطوة الهايلايت او اضاءة الوجه. فوق البلاش تغري منبلش نرسم خط الهايلايتر بهذه الطريقة، شوي شوي ما منكتر لحتى ما يبين الوجه كتير اويلي، منحطه بهذه الطريقة وبننزل شوي نزول لحتى يعطي افيه مثل كأنه الخد مشقول لفوق. نرجع من بعدها اذا بدنا منحط شوي حد خط الحاجب من هيدي الميلة
رح فرجيكم هلا تاني ميله كيف عم نطبق الهايلايت بطريقه غلط وقد ايه بينزع شكل الميك اب. هلا رح استعمل هيدا البراش وطبق الهايلايت على كل عظمه الخد بهيدي الطريقه هيك. كوارث ما في احكي. ليكو الفرق. هلا انتقلنا لللبستيك. كتير مهم قبل ما نحط احمر الشفاه نرتب منطقه الشفاه بطريقه لحتى نحن عم نحط الليبستيك ما تقشر الجلدة ويبين شكلها كتير بشع. رح طبقها بهيدي الطريقة على الشفة. بنطر شوي برجع بجيب قطنة وبمسحها. هيك بتكون ترتبت الشفة من جوا هيك deep inside، أخدت كل الترتيب يلي بدها إياه. ويا صبايا هلأ في عندي خدعة كمان كتير حلوة للشفاه أو للشفة التحتانية بتبين أكبر. بناخد لون غامق شوي أغمق من لون بشرتنا أو لون البرونز يلي حطيناه هون بريشة رفيعة، بنحط لون دغري تحت الشفة أو ظل إذا بدكن. هيك بتبين شفتنا مثل كأنه مقلوبة أكتر ومنتفخة أكتر. من بعد ما حطيت ترتيب على هيدا الشفة هون ما عملت ولا شي، دغري رح طبق الليبستيك بلا شي. هلأ في عالم شو بيعملوا لحتى يكبروا شفافهم يبينوا أكبر؟ بياخدوا لون كونتور غامق وبيطلعوا بيرسموا برات خط الشفة، هيك بفكروا انه الشفاف عم يبينوا اكبر واحلى بهيدي الطريقة. ليكو الفرق، شفتوا كيف هون كله ماشي مع بعضه؟ ليكو هون. سو يا صبايا هودي كانوا الميستيكس او الكومن ميستيكس يلي بيعملون الصبايا بالميك اب والتيبس يلي قدمت لكم اياهم. ان شاء الله تكونوا حبيتوا ولقيتوا الفرق بين هيدا اللوك وهيدا.